صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده وصحية بدري علشان تشوف نهارك سعيد النهارده، تالت يوم العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. بجد النهارده هيكون يوم جميل جدا، احنا مبسوطين ان احنا موجودين معاكم تالت يوم العيد في نهارك سعيد. ان شاء الله هيكون معانا فقرات كتير جدا. طبعا عايزين او نتمنى ان تكون الناس قضت عيد كويس، او اول امبارح وامبارح، وتكون الناس زارت بعض وعملوا الحاجات اللي متعارف عليها دايما بتحصل في العيد، وذبحوا وكلوا لحمه وبتاع، بس ما يكونوش كتروا. النهارده طبعا معايا فقرات كتير، بس في الاول صباح الخير يا عايده، كل سنه وانت طيبه، وبرده كل سنه وانت طيب يا اشرف. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير يا ساره. صباح الخير على كل الناس اللي عيدت ولسه بتكمل عيد، اجازه عيد طويله جدا، يا رب تكونوا فعلا مستمتعين بيها. بس خليني اقول انه يا رب يجعل كل ايامنا اعياد وكل ايامنا فضى كده في الشوارع. انا بعتقد انه لو ده المرور اللي احنا عايشينه طول عمرنا، انا من الناس اللي كنت ممكن اشتغل شغلانه تانية، بس انا علشان الدنيا زحمه طول الوقت، فبدل المشوار بتاخد فيه ساعه بتاخد فيه 10، حياتك هتتغير بجد. الناس اللي عايشه في القاهره او عايشه في اليومين دول بتستمتع بالفضاء، اكيد انتوا فاهمين يعني ايه تناموا اكتر، فاهمين يعني ايه بتروحوا المشوار في ربع ساعه مش 10، حاجه هايله. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيب مره ثانيه. صباح الخير يا عايده. صباح الخير يا ساره. صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما سعيد. ثالث يوم العيد، يا رب تكونوا بتقضوا ايام سعيده في العيد، يا رب تنبسطوا وتخرجوا، تروحوا الجناين وتروحوا سينمات وتروحوا تسافروا. في ناس كتير قوي سافرت طبعا بره القاهره عشان تقضي اجازات في عده اماكن في مدن مختلفه في محافظات مصر. اتمنى ان كنتوا تستمتعوا بالعيد قد ما نقدر. عايزين نبقى سعداء، عايزين نبقى فرحانين، عايزين نبقى متفائلين ببكره ان شاء الله، وخصوصا ان احنا بعد العيد داخلين بقى على ايه، انتخابات، ويعني هنخش على حاجات تقيله خاصه بحبيبتنا مصر. يا رب ان شاء الله الايام تعدي على خير، وفي نفس الوقت كمان الحجاج يرجعوا لنا بالسلامه ان شاء الله يا رب. وطبعا النهارده من ضمن الفقرات اللي هتكون موجوده معانا هي فقره مع مصممه الحلي والاكسسوار منى فهمي. اكيد هنتكلم معاها عن تفاصيل كتير جدا تخص الالوان، تخص الموضه، تخص ايه اللي يليق على ايه، ونلبس ايه لو هنلبس حاجات كتيره في منطقه الصدر ممكن ما نلبسش ايه او تحتها، كلها هنعرفه النهارده في الفقره دي. طبعا باننا يعني اكيد انتوا بقيتوا فاهمين دلوقتي الشخصيات او المذيعين بتوع نهارك سعيد، كل واحد اهتماماته ايه، او كل واحد المنطقه بتاعته ايه اللي بيحب يشتغل فيها. فبما اننا بقى بنتكلم عن الحلي والمراه، النهارده هنتكلم فعليا عن دور المراه الليبيه في الثوره الليبيه، علشان دي هتبقى من الفقرات اللي بنحتفل بيها برضو بنصر جديد وتحرر جديد وتحرير جديد للدوله من الدول العربيه وليبيا، ويا رب يكون الدنيا عندهم برضو بتمشي بسلام وامان زي ما احنا كده بنشوف في تونس. قطاع السياحه في مصر بيحاول يشجع السياحه الداخليه. يعني ايه السياحه الداخليه؟ يعني المصريين يروحوا شرم الشيخ والغردقه وطابا ويروحوا الاقصر واسوان. يعني نحاول بقدر الامكان ان 6 مليون مصري اللي بيشتغل او مصريه كمان بيشتغلوا في مجال السياحه ان هم يعرفوا يعيشوا، لانه للاسف الشديد في السياحه الاجنبيه الخارجيه اللي جايه من بره مصر كانت في شهر 9 ابتدت توصل ل 60% في الاماكن السياحيه، لكن للاسف ابتدت تنزل تاني. فواضح طبعا ان احنا في العيد ده كان في تشجيع للمصريين او السياحه الداخليه. عندنا فقره خاصه بهذا الموضوع، ومعانا في الاستاذ مجدي سليم رئيس قطاع السياحه الداخليه بهيئه تنشيط السياحه، والاستاذ محمد غريب نقيب المرشدين السياحيين ورئيس اتحاد المرشدين السياحيين العرب. خلونا نروح نبتدي على طول بفقره الصحافه عشان نعرف برضو اهم الاحداث اللي بتحصل واهم الاخبار المنشوره في جرايد النهارده، مع استاذ اشرف البربري رئيس قسم الاخبار بجريده الشروق، بعد الفاصل اللي جاي على طول. يلا بينا.